مشروع المحج الملكي طال وشاخ وتعاقبته حكومات كثيرة. بينوبيك هذيك مصيبة كبيرة المحج. هو احنا تنتحدوا على المحج، مدينة قديمة عند بناء او تفكير في بناء المسجد الحسن الثاني، كانت عنده لو بلون داميناجمون ديال خارج السور كله خصو يريب. يمكن الحرب الخليج هو اللي اخراته، وانا الملك رحمه الله يفكره في المحج مسجد الحسن الثاني ما بين مسجد الحسن الثاني والقصر، ولا يكون كبير وجميل وكذا، وهذا هو اللي يرجع. اما الا شفتي الماكيت مثلا في الوكاله الحضاريه، هو ان كان كلها خارج السور فعلا، لان المشروع اللي خصو يكون خارج السور هو اللي خصو يكون في القطب المالي، اعاده البنيه التحتيه، استغلاله بالانفاق وبغيره، تعاود ليه البنيه التحتيه كما تدير الدول الراقيه. ملي تشوف مثلا مشيتي لباريس، ان مثلا هذيك المنطقه ديال المدينه اللي هي اداريه وفيها القصر شونزيليزي ولابورت فيكتوا وكذا، البنيه التحتيه كلها تعاودات والمجالات في الضواحي تغيرت. هذا الخطا الكبير اللي وقع، ان شركه سونادا تكلفت من الفيلك كذبات على الملك حسن الثاني، لان تعطلات عليه اكثر من 30 سنه، يمكن وقيله شي 36 سنه. الناس استافدوا في الناس والتشارك مده طويله وما ريبتيش ليهم ديورهم، من بعد حتى بدا يطيحوا عاد جبت تحيدهم في الصوفي وضرب معيزي ولا هذه. دابا هذا الهدم اللي كاين في المعيزي وكاشبار وبطويل كان ينبغي يكون اكثر من 30 سنه، فمعنى بانك انت هذاك اللي غادي تعطيه قريب، لانك انت عطيتي في الناس في الضواحي ديال الدار البيضاء بعد ديال 15 ولا 10 كيلومتر، هذا دابا غادي تعطيهم بعد على 50 60 كيلومتر. وفين كاين الاشكال؟ هو ما كايناش واحد الاستراتيجيه ديال التخطيط. هاد الناس واش مجددهم الديور؟ ما كاينينش. تيتسناو ديروغاسيون مع لي بروموتور. عندك ارض فلاحي تدير لها ديروغاسيون، تنعطيك واحد الطرف تزيدو، اعطيني 100 دار ولا 50 دار اللي تياخذوا هاد الناس. فالمشروع هو انك خصك تشري انت الديور، ما عندكش باش تشري الديور، خصك تفكر على تيسع. دابا تتريب الناس، اولا احصاء قديم، الله يحسن العوان السلطه المحليه اللي كاين حاليا سواء قيد ولا غيره، لان هادو جداد ما عارفين والو، تراكمات عليهم الامور اللي ولا تتخلعهم. السلطه تقول لك تريب في اطار المشروع، الا كان الفيزيون ديال 2030 مزيان، حنا ماشي ضده، ولكن هنايا الارض مميزه في وسط المدينه خاصها تعاود لها الاعمار برونقه جديده، ولكن في واحد الوقت. حنا دابا شوف ما نمشيوش للقديم، مشى القديم. دابا هذيك الشركه سونادا خاصها تحيد، انا في رايي ما صلحاتش، ما دارش هذا الشيء 30 عام ولا 40 عام، ما يمكنش لك الله تعطيها. دابا شنو اللي كاين؟ هو تدعيت على الجماعه وعلى مجلس العماله والجهه وادماج وكذا، كلهم تيساهموا باش يجي الناس يعطوهم عشرات المليون، حتى الديور ما كاينينش، حتى الاحصاء ما كاينش. اتريب لك وهاك واحد 10000 درهم سير كري، شحال؟ ست شهور عام؟ ما غادي توجدوش انتم الديور. فالاصل ان ما نوجدوش الديور، نعطيهم فلوس ويستحقوا اكثر من عشرات المليون. لان الوقت تغيرات، راه 1980 ماشي 2024، هذه الاولى. ثانيا ما نعولوش على الديور، كاين دابا الدعم سكان، عطيه الفلوس وش يدخل في المو يستافد عاوتاني، يستافد له هو ولادو. لان كاينه ازمه كبيره واقعه هنا في المدينه، وكان عليهم يتريتوا يفكروا فيها بالحل. ونقول لك شكون اللي هو المسؤول؟ هو وزيره السكنه والتعمير اللي ما تيتكلموش عليها، تيضربوا مع المنتخبين احقا ومع السلطه المحليه، السلطه غير تنفذ. امتى تلقى الجماعه مقلوبه؟ امتى تلقى شارع الحسن الثاني وشارع محمد الخامس عندهم البنايات ديال اللي قديمه عندها تراث لا مادي، تيخرجوا لي واحد الميزانيه كبيره باش يعاودوه، وعاودوا على اصحاب العمارات ماشي على حساب الجماعه، هذيك الفلوس زايدين فيهم. مين تدير انت يا سيدي عبد الرحمن تحيد لي هذاك البراك العشوائي وكذا تصوبوا برونقه جميله، وعاود الجوامع اللي كاينين في المدينه قديمه. فمعنى مين تتريب لوطيل مرحبا بواحد ميزانيه كبيره على حسابك نتايا، هذوك راه زايدين في الجماعه، زايدين في 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 التراث الانساني المادي، ماشي لا مادي. دابا كاين بعض تيفكروا في التراث لا مادي، وفكر في الانسان، الانسان راه قبل من الاعمار. فمعنى ان هادو اولى انك تعطيهم وتميزهم. تصوري الميزانيه اللي خرجت من الجامعه ديال الترياب كبر من الميزانيه اللي استافدوا منها السكان. وعلاش نحكروا على الجماعه ومجلس العماله؟ وزيره السكنه والتعمير هي خصها تفكر
ووزارة السياحة هي خصها تساهم، لأن هذه منطقة سياحية رائعة. فلهذا مثلا تمشي وزارة السياحة تتقاو سياحة، نعاونوا الفلاح يدير مشاريع ديال الدعم وانطلاقة وزيد وزيد، وهذا أولى. فلهذا أنا تنقول أن الأرض هي غالية وثمينة وخصو يريب كل شيء وتعطلوا في الترياب، ولكن ينبغي على راكي اللي مات وما استفادش. ربما نكون أنايا عندي 60 سنة ساكن تماك، ومن نهار تنعقل تيقول لي جدي راه غادي يريبوا لنا الريبان، أو با غادي جدي مات وما خدش، وبا مات وما خدش، بل حتى خوتي دابا ما خادوش وباقي ما كاينش الريبان، ونحن مهددين دائما بالريبان. فلهذا خاص التخطيط الاستراتيجي اللي تكون على المدى البعيد. هاد الناس هادو صناداك ضيعاتهم وتتحمل المسؤوليه، وينبغي ان يعاقبوا ويحاسبوا. كاين مجلس على الحسابات يحاسبوهم فين مشاو الفلوس، واش كانوا، واش الدور ديالها تجمع الفلوس وتفرقهم على من بغات؟ علاش تعطلتي من هذا المحج اللي خصو يكون كنا تهنينا منه هذه 21 عام على الاقل؟ فعاد الحسن الثاني الله يرحمه، ماشي دابا الحكم ديال الملك محمد السادس الله يحفظه اكثر من 20 سنة وباقي ما تصوبش الطريق. اذا هذا ظلم، هذا حيف. حتى مثلا ان ندير نزع ملكيه وهي قليله، لان هذه الاراضي كلها املاك مخزنيه، كاين اللي عنده لي تيتر ديالو، واش غادي نهضر معاه بالقرار ديال نزع ملكيه ديال 1980 نقول لي ب 1000 درهم؟ ولا دابا راه هنايا راه ب 50000 درهم المتر كاري. لا دابا كاينه 1500 درهم. حتى نقول لك تيديروا معاه نزع ملكيه بالثمن ديال 1980، لان القرار تصوب في هذاك الوقت. حيت دابا انت تاخذي الارض ديالي في هذا الوقت، في هذا الوقت خصك تخلصين في هذا الوقت هذا دير لي نزع ملكيه. ثانيا لو بلون داميناجمون امتى كان؟ كان قديم، فمعنا نحن من القديم تنعرفوا. تصوري المعاره المقبره الاسرائيليه اللي هي ديال اليهود عندها في منطقه كبيره في مدينه قديمه، وهما دايرين لها تيتر ما تقدرش تري بها الاولى. ثانيا قال لك كاينه هذيك المعاره والمقبره ديال الانجليز هما اللي ما يتحيدوا. لا اي حيت هما سوسون دي تيتر تيتر وتبقاو باتريمون، فما تتحيدش. وحنايا ما عندناش الثقافه ديال دراسه التصميم تهيئه كل 10 سنين. فمثلا دابا تيدوز البلون داميناجمون هاد الايام الناس ما عارفينوش، لان عندك شهر دير فيه التعرض، فهما تيعرفوا مثلا راه هذيك سميتو يخلوها، تيقول لك لا هذيك مقبره ما عندنا ما نديروها، لان نهار تبنى لوطيل حياه ريجنسي كان مصري وبغى يشتري الارض تل هذيك المنطقه، قالوا لي غادي تهز الروفات كلهم الانجليز وتحسب عليك لي بي ديال الطياره ديال كل واحد بغى يزورهم وكذا وكذا وكذا. فلهذا الناس فاهمين، هادو الناس ما واعينش، لان على كره كانوا واعيين. هذه 51 عام هذيك الناس اللي ساكنين تماك والديه مثلا كره مشاو الاملاك المخزنيه كره من الكوم، لان شناهو كان حنا حتى حنا مولفين الريع، كلشي ساكن فابور. انا ساكن فابور وردتها وكاريها بالفلوس، ولكن ما عندي والو. الارض ديال الاملاك المخزنيه او ديال الاوقاف مثلا اللي مالكها قليل، عندك واقيلا 5% ولا اقل هما اللي عندهم املاك ديالهم تيتري، هذوك غادي يديروا لهم نزع ملكيه. واللي داخل الصوب وعنده الارض يريبوا له ويرجعوها ليه يبنيوها، هذا هو القانون. ما نزلش سقوط عندك تيتري ديالك يريبوها لك، وممكن تستافدي كاع، ولكن رجعوا لك تيتري ديالك بني دابخي لو بلون داميناجمون. هنا اللي في الطريق بطبيعه الحال هذاك فيه نزع ملكيه، ينبغي يعني يستفادوا، وراه من حقهم يرفعوا دعوه ما يقبلوش هذيك 1500 درهم. الريبان كاين دابخي لو بلون داميناجمون، كاين هو يرفع دعوه يطلب بحقه منين؟ من عند الجماعه، لان هي تتاخذه. بالنسبه لهذاك الكروكي واش غيبقى ديال 1989؟ لا هو تغير دابا، لا هو تيتغير لو بلون داميناجمون كل شاك 10 سنين هذا تيتغير. هو ها هو الاحصاء خصو يتجدد، لان راه دابا تماك مخربق، فهادشي اللي وقع لهم مشاكل، لان علموهم شهر شهرين كاين اللي دابا حنا ولينا تيقول لك راه من هنا شهر يجري ما تنتيقوش، تنقول له راه باقي من هنا عام ولا هذا، حيت ولفنا سنوات راه غادي يريبوا وما تيريبوش. ثانيا كاين واحد المشكل خطير جدا، هو ملي كانوا تيريبوا هاد الدار طاحت تيريبوها وسط الدرب جوج ثلاثه وباقي تيبقى تيوني زباله تيوني هذا كذا. اما الاصل انك خصك تريب دي بلوك. الوالي اللي جا فعلا انه يخطط بشكل عملي استراتيجي، بدا بهاد الطروفه ديال درب فصا ونزاله ومشى لمناطق كذا، تيريب دي بلوك وتتفاهم مع ذاك الناس دابخي لي بلوك، وهذا هو اللي خص يكون. خص نريب هذا الطرف هذا نقادو، ممكن ندير فيه بروجي، ممكن نديرو جرده بما نحيي كل شيء ويقلبوا على المستثمرين.
انا الا جبت مستثمر في ارض عطيتك 3000 متر وب 50000 درهم وب 100000 درهم ونقول له بني 60 ايطاج غادي يفرحوا نخلصوا به كل شيء. فلهذا ما نستنزفوش الميزانيات ديال القطاعات العموميه والمنتخبه باش نعطيهم، في الاخر ما كاين والو، خاص التفكير يكون استراتيجي. غادي الريب هنا يطلع عماره شاهقه ديال سميتو، هنا اقامه، هنايا معالم. بحال شوفي اكبر مشروع المميز اللي وقع هو اللي كاين في القطب المالي تبنى، هذوك الناس استافدوا 100 مليون 150 مليون اللي كانوا تماك، ومن بعد عطات قيمته ان تماك رونقه جماليه، عمران مميز وعالي واثمنه مرتفعه ومميزه، وهذا الشيء اللي خصو يكون. نعطيك مثال ان زناته حتى هي حيدوا الملكيه وقادوها وعطوها الشركه اللي دابا تتقاد كمدينه. فلهذا مدينه قديمه كان عليهم يكون هذا الشيء قديم وباقي الحال انهم يفكروا فيه، ولكن ينبغي يهتموا بالانسان المواطن، يكرموه. ماشي الا شتي نتايا في هذه الواجهات اللي هي تيقول لك التراث لا مادي هو فرنسي استعماري وتخسروا عليه الفلوس واشياء اخرى، الاولى هو الانسان تهلاو فيه. وانا رايي بعدهم قال يعطيو الاراضي ولا يعطيو الديور الاراضي حتى هي امانه زي السقوط ماشي دور الصفيح، ولكن يعطيوهم فلوس مبلغ محترم ويمشيو هما يدخلوا دعم سكن ويستافدوا منه وتفكينا منهم، ويكون الاحصاء حقيقي، يكون احصاء باش يستافدوا بزاف الناس. لان تعرف الناس هنايا ودابا انا مع السلطات باش يتسجلوا عندهم جميع الوثائق انه زيد هو وجدو وجداه وولادو وولادو كاع تزوجوا ولا كبروا ومشاو، وهو تيقول لي لا انت راك ما مسجلش ما كاينش في السيستم. فلهذا والعيب ماشي في السلطه، راه هما صراحه الله يحسن العون هذ القياد، لان كاين الله جا هذا العام والمقدم تا هو يمكن الله جا ما عارفش. فتي احيانا يريد ان يثبت الوثائق واحيانا خصو يثبت المعاينه وتقاد الامور، لان ما تبقاش هذا الشيء زفافي. فلهذا اقول خصهم المواطن يعطيو حقوقه، ما دام انه سكن 30 عام 40 عام 50 عام وحتى والديه راه ماتوا ما استفدوا والو، ان الاولى يكون واحد تقدير مشرف. الى عطوه حتى 25 مليون راه رابحين. وبيني وبينك تنقول لك انا الجماعه عطات واحد الطرف ولا مجلس العماله المؤسس سواء القطاعات الحكوميه ولا هذه عاطينا داك الشيء ديال الدعم، ولكن تتعطيه لاش؟ فين هي استراتيجتها؟ الفكره اللي كانت هي مزيانه هو انك جبتي شركه سوناداك اللي تتعطيها نتايا ومن بعد انت تتكلف بالمشاريع باش تبنى ولا باش تباع. سوناداك ما دارت والو. فلهذا انا قلت الكلمه الاولى هو ان عيب وحشومه يكذبوا على الحسن الثاني رحمه الله عليه ويخلوا هذاك المحج اكثر من 30 سنه وما قامت تصوبش، وهذا مشروع ملكي. مسجد تبنى هذه مده طويله وصلينا فيه، ولكن لحد الان ان المحج الطريق على اقل الاشياء ما تصوبش عيب وحشومه. راه واحد الوقت نحكي لك حكايه، شحال من واحد طاحت ليه، شحال من واحد عطوه يستافد ورجع سكن، وانا نعرف شحال من واحد استافد ورجع عاوتاني الكاري لا دي وحلو معاه دابا واش يستافد وما يستافدش. فلهذا واش ما كاينش احصاء، ما كاينش ضبط، ما كاينش قواعد، ما كاينش هادي. نقول لك علاش نقول لك ان ينبغي على الشركه ان تحاسب، ما نحسبوش السلطات المحليه ولا هذه، ثم البحث على الحل اللي يكون مقبول. مع ماشي دابا مراه كبيره مسكينه ما عندها حد تقول له وفين غادي نمشي، الله اعلم فين غادي نحط حوايجي. انا عندي الناس تما تقول لك راه بغينا نقلبوا حوايجنا فين نحطوهم. فلهذا هناك ضيم اللي خص هذه الامور تحل بشكل جذري. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.